تعزيز الحوار حول مصادر وأنماط الطاقة، بحث فرص التعاون والشراكة والاستثمار، ومناقشة التحديات لتحقيق انتقال طاقوي سلس يلبي حاجية المواطن. من أهم المحاور الرئيسية التي يسعى المشاركون لبلوغها في معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين نابيك 2023، في طبعة استثنائية عرفت مشاركة لأكثر من 500 عارض يمثلون أكثر من 45 بلداً. الدولة كلفتنا بإطلاق مشروع ب 150 ألف ميجاوات بنظام الكهروضوئي، ولنا كل شرف بالتكفل بهذا المشروع. اليوم طموحنا هو أن نكون فاعلين أساسيين في التحول الطاقوي في الطريق نحو التحكم في الانبعاثات الكربونية. انخرطنا في مسيرة إنتاج الغاز في الجزائر، ولدينا شراكة مع سوناتراك، وهي شراكة تاريخية تسير بخطى واثقة وجيدة، خاصة في خضم القانون الجديد. جهود كبيرة تبذلها الجزائر في الاستثمار في مجال توسيع قطاعها الطاقوي بمضاعفة إنتاج البترول والغاز، ما عزز مكانتها كفاعل محوري وعامل أساسي في الخارطة الطاقوية العالمية، تضمن باستراتيجيتها الأمن والانتقال الطاقوي في ظل العمل على التقليل من التأثير على النظم البيئية. إن الجزائر الغنية بمواردها الشمسية عازمة تماماً على تطوير الطاقات المتجددة، وتستهدف بلوغ جزء معتبر من إنتاجها الوطني من الكهرباء عن طريق استعمال هذه الطاقات، حيث حددت لذلك هدف إنتاج 15000 ميجاوات في آفاق 2025. This is a strategic objective that requires from us to develop and exploit. هي استراتيجية موضوعية تتطلب منا تطوير واستكشاف كل منابع الطاقات المهمة في بلادنا في قطاع الهيدروكربونات، بتكثيف المجهودات لاستكشاف كل الطاقات. أدرجت الجزائر في إطار الاستثمار في قطاع المحروقات عن طريق شركة سوناتراك استثمارات كبيرة أكثر من 42 مليار دولار خلال الفترة 23-27، منها أكثر من 14 مليار دولار مخصصة لمشاريع الغاز، وهذا من أجل الحفاظ والزيادة في قدراتها الإنتاجية. هذا واعتمدت الجزائر نهج استباقي للانخراط في الديناميكية الدولية لمكافحة تغير المناخ والحد من البصمة الكربونية، عكستها مشاركة عديد الشركات في المعرض.